I do أسلوب حوار مختلف، actions مختلفة لمعنى ممكن يتضاف. تمام. طب التاني اللي هو الدريمر اللي احنا قلنا معظم الناس فيها حتة فاطمة كده. لو انا قعدت اتكلم مع حد او مع نفسي واكتشفت ان فلسفة الكوتشنج مبنية على ان الحالة الكلاينت دوت او العميل هو ادرى واحد بنفسه، ادرى واحد بشخصيته بمهاراته بافكاره بمرجعياته بقراراته بالقناعات بتاعته، وانا مجرد عامل للتغيير. هو المشكلة كلها ان انا ما ينفعش اضمن ان الراجل ده ما حصلوش نوع من افتح نوع ممكن نوع افتح ممكن مش اي حاجة حرام في الموضوع خالص، بدليل ان الآية بتقول فأتوا حرفكم، يعني اصطنعوه علشان يبين ان الست دي ما عندهاش احساس او ان هي لكن برود انت if you do it right ده انت اللي محظوظة اكتر منه، you can have up to 7 orgasms في المرة الواحدة. السطح ده بتاع الفاجينا خشنة كده، جلدة خشنة، هي البارثوني معلش هي البارثنز جلاند دي غدة اللي هما الاثنين البسل. كل المعلومات الحديثة، كل الأساليب الحديثة، كل مثلا السكس تويز، الحاجات الفن اللي ممكن الناس تستعملها دي أصلا جبناها من بره، جبناها من الغرب. فطالما الغرب بيستعملها ومتطورين فيها قوي كده وممكن حتى تمارس وتستخدم في علاقات غير شرعية من باب أولى، بقى العلاقات الشرعية المجتمع المحافظ اللي أصله معظمه الناس كلها متجوزين وبيعملوا الحاجات دي بيحاولوا يعملوها في الحلال، من باب أولى إن إحنا نتعلمها كويس قوي ونستفيد بيها ونطبقها كذا. أوكي. صح. احنا اكتشفت بعدها بقى ان لا هو انا من كتر الضغوط اللي انا خنقتهم دي خالص ما فيش تناقض خالص بين ان انا ابقى واحده منتقبه او ملتزمه وان انا اعمل لايف كوتش او ان انا ادرس في المجال ده او اتعلمه خالص اطلاقا، يعني ماشيه بالطريقه دي ان شخص واحد هو اللي لازم يمشيهم ويمشي كلهم على النمط بتاعه. عارفه انت فين؟ انت ما بين ده وده في حاجات وحاجات، يعني انت انثوزياستك من طيب هي الناس اللي بالسمت ده بيبقى المحور في حياتهم هو دين، اي حاجه مش حرام انا ممكن اعملها طالما هي بتفيدني وبتخلي حياتي احسن وربنا ما حرمهاش انا ممكن اعملها. طيب where does it happen؟ اين يحدث التغيير؟ مراته بتواجهها ان جوزها عصبي جدا متوتر جدا very تقريبا مرنت مثلا 250 ست من خلال الكورس ده مثلا كرقم average يعني. للأسف لما كنا بنيجي دايما عند الحتة بتاعت السيشن الأخرانية اللي هي بتتكلم عن العلاقة الحميمة، الستات كانوا بيبقوا ما بين نوعين. نوع بيتكلم في الحصة ديت على إنه هو أيوة وأنا عايزة أعرف وأنا ما كنتش عارفة وإزاي في الحاجات دي ما كنتش عارفاها وبتقابل المعلومة الجديدة بكل حماس وكل شغف، ونوع تاني كان بيقعد يقول هو أنا ينفع أتكلم في ده؟ هو أنا ينفع أطلب؟ هو أنا ينفع أكون منفتحة مع جوزي؟ هي ده هو ده مش عيب؟ طب أنا جوزي هيقول عليا إيه لما أروح ويعرف إن أنا اتكلمنا في الحاجات ديت؟ عندي كلاينت دلوقتي المفروض تكلمني، هي معادها الساعة 11 أو will not let go عنه خالص، ولكن على الأقل هستعين بحد متخصص وأنت قلتي لي إن ده كده أريح لك. تمام. فكرة انه حتى ان احنا عندنا مشكلة ترجمة اللايف كوتشنج ده في حد ذاته مؤشر، ومؤشر مهم ان احنا يعني يجب ان يعني نقف عليه ونفكر انه دي اولا مصطلحات جديدة واردة علينا، وان احنا عندنا اساسا مشكلة يعني ان احنا حتى نفكر معناها ايه في مجتمعنا. هي السكشوال ريليشن شيب ديت مين اللي علمها لنا؟ عرفناها منين؟ استنبطناها منين؟ منين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمها لنا. كنا انه اكيد جودة العلاقة دي والكواليتي بتاعتها بيأثر جدا في الجودة او العلاقة ككل، لدرجة ما عنديش اي حاجة تمنعني من الاستفادة من اي كونسبت او اي مبدأ حتى ولو غربي. انا شرقية جدا بالاساس ومعتزة جدا بشرقيتي ديت ومعتقداتي تقاليدي كلها طبعا من حيث نشأت، لكن ايه المانع من ان انا لو في كونسبت او دراسه او علم معين حتى ولو من الغرب ان انا اتعلمه؟ ليه الراجل بيابروتش هير بالطريقه دي؟ يس يس تتصلح، لان دي لغه في حد ذاتها احنا لما نتكلمها ونكون متفاهمين فيها المناي بيخرج الاورجازم حصل خلاص خلصت.
قبل ما نقول ان في تناقض ما بين التدييني او التزامي ولبسي للنقاب وما بين الكلام اللي انا بقوله والمحتوى اللي انا بديه، انا اللي هسال هو فين مين اللي قال ان النقاب او الدين ما بيسمحش بده؟ بالعكس، الدين بيقول ان لنفسك عليك حق، النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده. فقبل ما يكون في حق للاهل وللزوج وللبيت، ده في حق لنفسي. ايوه هي هتختفي على فكره. في حاجه اسمها دفايات،